بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا لرومية 14 آخر عدد، مش كده؟ أفكركم تاني، رسالة رومية أطول رسالة تقريبا كتبها بولس الرسول، وأكثر رسالة بتتكلم عن مفهوم الخلاص، ازاي المسيح له المجد قدم نفسه كفارة عن خطايا العالم كله، وأصبح الدخول للخلاص عن طريق الإيمان والمعمودية والحياة المقدسة الجديدة والتوبة المستمرة. وبعد ما شرح لنا القصة دي في 11 إصحاح، بدأ من إصحاح 12 يكلمنا عن السلوك المسيحي اللائق بالناس دخلوا الإيمان، وركز على وصية المحبة واحتمال الآخرين، وتعرض في إصحاح 14 لقصة إن في بعض ضعاف النفوس ممكن يكون عندهم شيء من الوسوسة، أو بسبب ضعف إيمانهم يكونوا متزمتين في بعض الأمور، وقال اقبلوهم من غير ما تحكموهم، وراعوا نفسية بعض، وإن كان اللحم يعصر أخي فلن آكل لحمه. وبعدين قال لنا الحياة المسيحية محكومة بالضمير المسيحي المقدس بالروح القدس، الإنسان الروحاني اللي ضميره بيحكمه روح الله، ده اللي بيقول له طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. يعني مفيش داعي تبقى ماشي دايما قلقان، لا، بدل حاجة ضميرك مرتاح لها ما هياش غلط اعملها، بدل انت متأكد انها ما تكسرش وصية ربنا وانت تستحسنها من غير ما يكون فيها خطيئة. وقال لنا اما الذي يرتاب فان اكل يدان، يعني اللي يقع في الشك كده يقع في الدينونة، لان ذلك ليس من الايمان، وكل ما ليس من الايمان فهو خطيئة. واظن احنا اتكلمنا عن الاية دي، ان الايمان هو اساس العلاقة بالله، كل حاجة تخرج بره كلمة الايمان تبقى دخلت في مجال الخطيئة. إصحاح 15. فيجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. بولس من حكمته بيخاطب الناس اللي بيسمعوه ويقول لهم أنتوا أقوياء. طيب القوي يحتمل الضعيف، هل صحيح هم أقوياء؟ الحقيقة دي مجاملة من معلمنا بولس، لأنه لسه بينصحهم بحاجات كتير، وبعضهم ما زال مرتبط بشوية حاجات يهودية قديمة، وكادوا يقعوا في خطية الافتخار على بعض، وزي ما شرحها وقال ما يصحش الغصن يفتخر على الأصل. إنما كنوع من التشجيع بيقول بصوا إن كنتم أنتم أقوياء، علامة القوي أنه يحتمل الضعيف. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. الآية دي مهمة لأن ليها تطبيقات كتير. في واحد بيكون ابتدى حياته مع ربنا حلو وأصبح قوي روحيا، بيحب الصلاة وبيحب الصوم وبيحب القداسات وبيحب الخدمة، إنما حواليه ناس لسه ضعيف، يقوم بدل ما يحتملهم يفضل دايما يدينهم. طب هو ده كلام؟ طب دول ناس لسه ما دقوش اللي انت دقته، استحملهم، مش انت القوي دلوقتي. خلينا نتصور راجل ومراته، مراته متدينة ومشغولة بربنا وهو مشغول عن ربنا، هنعتبر مين القوي؟ هي أقوى روحية لأنها مرتبطة بربنا. بدل ما تدين جوزها تحتمل ضعفه ولا ترضي نفسها،
إنما لو كانت منتظرة أنه يعاملها بمثالية، طب ما هو لسه ضعيف، إن كانت هي قوية بربنا تستحمل، هما القوية إزاي؟ ساعات نبقى خدام في الكنيسة ومرتبطين بربنا إنما مش راضين نحتمل حد، مش عاوزين نحتمل أضعاف الضعفاء، عاوزين نرضي نفسنا بس. طب إزاي وأنت قوي عاوز ترضي نفسك؟ لا، سيب دي للضعيف. إنما إن كنت قوي روحيا يبقى لازم عرفت إن المحبة لا تطلب ما لنفسها، وإن كنت قوي روحيا يبقى لازم عرفت إن المحبة تحتمل كل شيء، وإن كنت قوي بربنا علامة القوة دي إنك تشيل الضعيف مش تدينه. ما سهل أوي إنك تدينه، إنما الأصعب والأهم إنك تشيله، تشيله في صلاتك، وتشيله في محبتك، وتشيله بإنك تقربه من ربنا وتطول بالك عليه وعلى أخطائه. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء. واحد يقول معنى كده أنا يصح أن أنا أعتبر نفسي قوي؟ لا، ما احنا قلنا دي مجاملة، لأن معلمنا بولس قال لنا أن ربنا ما بيختارش الأقوياء، بيختار الضعف. اختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء، وقال لنا حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. إذن مش مفروض أن الواحد يفتكر أنه قوي، يصح أن الواحد دايما يحسب نفسه ضعيف عشان ياخد قوة من ربنا. إنما لو قارنت نفسك باللي حواليك وعرفت أنك واخد قوة روحية بحكم أن علاقتك بربنا أقوى، يبقى أنت مطالب أن تحتمل أضعاف الضعفاء ولا ترضي نفسك. لا نرضي أنفسنا دي تدخل في حاجات كتير قوي، لأنه إحنا ساعات نبقى ناس كنسيين وروحيين إنما أخطاء كتيرة تطلع مننا، تبان كل واحد عاوز مكانه الأول. أبسطها ساعات القعدة في الكنيسة، يبقى الواحد عاوز يطلع يقعد أول مكان ومش عاوز يسيب مكان حتى لحد كبير في السن. الله، أمال ده أنت إنسان قوي روحيا وفي واحد جاي جديد أو إنسان كبير في السن، أو ما تسيب مكانك عادي، ده ألف به المسيحية دي. حتى لو احتملت ووقفت الساعة يا سيدي ربنا عوضك. إنما لا نرضي أنفسنا، إنما تبقى قوي فتزاحم، ده مش مفهوم روحي خالص. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعاف الضعفاء. مثلا أولادنا يمكن يكونوا لسه ما دقوش ربنا، فتصرفاتهم لسه مش روحية كما يجب، بتستحملهم ولا طول النهار بتوبخهم؟ طب هو التوبيخ جاي النتيجة؟ ما ساعات الزن ده بيخليهم يعندوا أكتر. خليك حكيم، إنما احتمل أضعاف، احتملهم وصللهم وطول بالك عليهم وقدم لهم قدوة جميلة، هتدور الأيام وهيبقوا أحسن منك كمان. نحتمل أضعاف الضعفاء ولا نرضي أنفسنا. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. يبقى كل واحد يرضي قريبه. واحد يقول طب دي فيها تعارض مع آية تاني قالها بولس، إن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. لا، مفيش تعارض ولا حاجة، لأن هنا في كلمة إيه؟ فليرضي كل واحد منا قريبه للخير. لو قلت ارضي الناس في كل حاجة طبعا هتكسر وصية ربنا، الناس ساعات ما يعجبهاش غير الغلط، فلو رضيتهم في الغلط تبقى بتكسر وصية ربنا. وينطبق عليك اللي قاله بولس، لو كنت بعد ارضي الناس لم أكن عبدا للمسيح. إنما حين ترضي الناس للخير لأجل البنيان أنت بتنفذ وصية ربنا. عشان كده أظن قلنا لكم قبل كده الواحد مشغول برضا ثلاثة: أولا رضا ربنا، ثانيا رضا الناس، ثالثا رضا نفسك لو لقيت لك مكان. إنما هو المفروض رضا ربنا الأول، وبعدين رضا الناس ثانيا، وبعدين رضاك أنت وهواك في الآخر. لو عرفت بالترتيب ده هتبقى آخر الكل
إنما يا بختك لو عرفت تبقى آخر الكل، من وضع نفسه يرتفع. فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لأجل البنيان. يبقى مسموح لنا نرضي الناس في كل ما هو خير وفي كل ما هو بناء. بناء طبعا يقصد الأمور الروحية الخلاص الكل، لأن المسيح أيضا لم يرضي نفسه. إن كان ربنا يسوع له كل المجد مثلنا الأعلى في كل حاجة، هو كمان لم يرضي نفسه لما قال ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم. طبعا ما كانش بيرضي نفسه. ده يمكن لما تدرسوا حياة السيد المسيح تلاقوه في أثناء خدمته ما كانش بيلاقي وقت ينام. يقول لك كان نايم مرة في السفينة، ده معناه أنه ما عندوش وقت ينام، يشبع بالنوم. طبعا نوم سفينة دي حاجة متعبة جدا، إنما هو الساعة دي أو الساعتين بيريح فيها جسده عشان الخدمة، هل عشان يرضي الناس؟ ما كانش بيرضي نفسه. ما كانش بيرضي المسيح له المجد نفسه لأنه ما كانش بيطلب مجد من الناس، إنما كان عاوز يريح كل الناس، يريحهم روحيا. وكان يدور على القرى يصنع معجزات. لو هو دور على راحته كان قعد والناس جات له، إنما هو كان يقول يصنع خيرا. كل ده في تعب وفي مشق. المسيح لم يرضي نفسه. لو المسيح كان عاوز يرضي نفسه ما كانش الطلب طبعا. ليه البهدلة وليه العار وليه الذل؟ كان جه ملك وقعد على عرش، وملك زي أي ملك بيملك، إنما هو لأنه لم يرضي نفسه ولكن حب يرضينا ويرضي الأب السماوي فاختار الصليب. المسيح أيضا لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي. ودي فرصة نتكلم شوية عن بعض المزامير اللي بتتكلم عن آلام المسيح. دي هتلاقوها في مزمور 69، اللي معاه عهد قديم يفتحوا معايا عشان ناخد فيه شوية تأملات بمناسبة الصليب بالمر. ده مزمور من المزامير المشهورة اللي فيها كلام دقيق عن المسيح وآلامه. مزمور 69. المزمور ده زي بعض المزامير يعتقد ان داود قاله بروح النبوة، انما لا ينطبق على داود قد ما ينطبق على السيد المسيح. يمكن داود كان حاسس بمرار بذل، انما لما تقرا المزمور تقول لا ده يركب اكتر على ربنا يسوع المسيح في ألامه. مثلا لما يقول في ايه، تعبت من صراخي يبس حلقي، كلت عيناي من انتظار إلهي، أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب. صحيح لما تبص على الصليب تلاقي أكثر من شعر الرأس اللي واقفين بيكرهوا المسيح بلا سبب. اليهود والرومان كلهم بيكرهوا بلا سبب، ويمكن مئات وآلاف. ليه كده؟ عمل لكم ايه؟ بعد شوية يقول ايه، لأني من أجلك احتملت العار. الحقيقة داود ما استحملش عار، ده اللي استحمل العار تمام هو ربنا يسوع. من أجلك هنا يبقى بيكلم مين؟ لو اعتبرنا أن الكلام من المسيح يبقى للآب السماوي. غطى الخجل وجهي. طبعا المسيح في ألامه غطى الخزي أو الخجل وجهه. صرت أجنبيا عند إخوتي وغريبا عند بنو أمي. يعني كل حبايبه بعده، كل حبايبه جريوا، محدش وقف جنب الصليب غير أمه ويوحنا الحبيب، إنما الباقيين كلهم هربوا. لأن غيرة بيتك أكلتني. يعني كل ده بيعمله ليه ربنا يسوع؟ عشان يخلص شعبه، عشان غيرة بيتك أيها الآب، عشان كنيستك وأكل قلبي. تعييرات معيريك وقعت علي، دي هنرجع لها. أبكيت بصوم نفسي فصار ذلك عارا علي. طبعا المسيح له المجد تألم في صومه وفي الليلة اللي قضاها ما بيأكلش وما بيشربش، مع الجلد مع الإهانات مع الضرب، كان فيها آلام شديدة أوي.
في مزامير كتير لما تقروها تحس ان التنهدات دي تركب اكتر على مشاعر ربنا يسوع المسيح اكتر ما تركب على داود. فساعات يسموها مزامير مسيانية، يعني داود بسبب امتلاءه بالروح القدس نقل لنا مشاعر المسيح في ألامه من غير ما يحس. وأشهر مزمور زي كده مزمور 22، ده اللي أوله إلهي إلهي لماذا تركتني. مزمور كله بيتكلم عن ألام المسيح، ويمكن ده السبب اللي خلى ربنا يسوع يقول المقدمة بتاعت المزمور على الصليب، عشان ينبه الناس ان اللي اتكتب في المزامير بيتحقق دلوقتي. ده المزمور اللي قال فيه ثقب يدي ورجلي احصو كل عظامي. ايه حكاية تعييرات معيريك وقعت علي؟ الناس كانت بتعير ربنا، والناس كانت بتجدف على اسم ربنا. ياما ناس جدفت، الأمم بالذات كانوا بيتريقوا على الآب السماء، على ربنا مش عارفينه. واليهود بسلوكياتهم كانوا بيعيروه، وساعات يقولوا كلام صعب، انت سبتنا ليه وسط الدنيا، وبيحصل بنتذل ليه في الدنيا. كل التعييرات والتجديف والإهانات، المسيح قال له عنك أيها الآب أنا أشيلها، أنا خدها، كل ده يجي علي أنا. يتحول إلى جلدات وضربات وإهانات، وتبقى تعييرات معيريك أيها الآب وقعت علي أنا، سيبني أنا أشيل الشيلة كلها. إذن المسيح له المجد لم يرضي نفسه، بل كما هو مكتوب تعييرات معيريك وقعت علي. يعني إيه؟ يعني قال للآب سيبني أنا أتألم من أجل كل البشر، ومن أجل أن أنا أحمل التعيير اللي جاء لك ده. الناس بتقول أنت ساكت عننا ليه أيها الآب، أنا هوريهم أنك مش ساكت. تعييرات معيريك وقعت علي. برضو في ناس بتستغرب، جاي لي سؤال بيقول يا أبتا لماذا تركتني؟ هل السيد المسيح بيكلم نفسه؟ لا، بيكلم الآب. المسيح على الصليب بيكلم الآب، إنما مرة بيقول له يا أبتاه عشان يفكرنا إنه مولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق. ومرة يكلمه ويقول له إلهي إلهي عشان يفكرنا إنه إيه، أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان أطاع حتى الموت، موت الصليب. يبقى مرة يقول إلهي، ومرة يقول يا أبتاه. إلهي عشان تفكرنا إن واحد زينا، ناسوت كامل، بشرية حقيقية، لحم ودم. ويا أبتا عشان تفكرنا إنه واحد مع الآب في الجوهر. إنما كان بيكلم الآب، ما بيكلمش نفسه. نرجع تاني لتعييرات معيريك وقعت علي. في ناس ممكن تفهمها إنه المسيح شال التعيير اللي علينا. ماشي، ممكن تنطبق علينا. بمعنى ايه؟ ان انا كانسان استاهل العقاب واستاهل العذاب واستاهل العار كله بسبب خطاياي. انما المسيح لو المجد يقول لي طب هات انا الحاجات دي شيلها بدالك. لما قال في اشعياء مجروح لاجل معاصينا، مسحوق لاجل اثامنا، تاديب سلام عليه وبجراحاته شفينا. يبقى الواحد بيشيل، ربنا يسوع له المجد بيشيل التعيير عننا. احنا مين فينا يستحمل يتلطم ويبصق عليه ويتعرى؟ محدش فينا يستحمل الكلام ده. يمكن نخور، يمكن نجدف ساعتها، يمكن ما نحتملش. انما المسيح كل اللي حقنا وعقابنا شاله عننا. فممكن تفهم على انها تعييرات المعيرين وقعت علي، يعني بدل ما يعيروك يا ادم على كل الخطايا، المسيح لم يرضي نفسه وقال لادم وكل بني ادم تعييرات معيريك وقعت علي. وعشان بولس الرسول قالها في نوع من الاختصار كده، يعني عاوز يقول لنا تاملوا في كلام الكتاب، فقال لنا لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا. يعني
يعني هو عاوز يقول لنا دققوا في المزامير ودققوا في الكلام بتاع العهد القديم، اللي اتكتب ده اتكتب عشان نتعلم منه. وانت لما تفكر في تعييرات معاييريك وقعت علي، تطلع منها بمبدأ ان انا مش هرضي نفسي، انا هستحمل عشان الناس ترتاح، انا هرضي الناس على حساب راحتي زي ما المسيح عمل. يبقى كتب لأجل تعليمنا، يبقى بتتعلم من الآية حاجة. ساعات الواحد تعدي عليه آيات كتير وبعدين يكتشف ان القديسين قالوا فيها تأملات جميلة قوي وطلعوا منها بتطبيقات كتيرة قوي. طب وما احنا مش واخدين بالنا ليه؟ ده كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. طبعا لما يقول كلمة الكتب هنا يقصد كتب العهد القديم، لأن العهد الجديد ما كانش اتكتب أو ما كانش اتجمع. كتب العهد القديم كانت مجمعة قبل المسيح له المجد وفي أيدين اليهود، وهي دي اللي كانت في أيدين الكنيسة في القرن الأول. فبيقول كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب. يبقى الكتب المقدسة فيها كلمتين حلوين، فيها كلمة الصبر وفيها كلمة التعزية، واللي ينشغل بيهم يكون لنا فيهما ايه؟ رجاء. ثلاث كلمات نقف عندهم. احنا كلنا بنتجرب وبتعدي علينا ايام صعبة، ايه اللي يصبرك؟ كلمة ربنا. ما هو انت لما تقعد مع الانجيل تكتشف ان في صبر، بيعلمك الصبر، بيوريك انك انت مش احسن من ايوب، مش احسن من يوسف، ومش احسن من موسى، كلهم اتجربوا. انما التجارب دي اللي صبروا عليها خدوا منها اكاليل كتير قوي. تلاقي مئات من الوعود اللي تصبرك على الهم وتصبرك على الغلب. يبقى في صبر في الكتب، صبر صحيح. اللي يدرس الكتاب ويقعد معاه كتير يبقى عنده فضيلة الصبر. برضو للأسف جايلنا كده موضة جديدة ان المسيحيين عاوزين يبقوا مسيحيين المعجزات. المفهوم ده مش صح. الكتاب ما بيوعدناش بمعجزات، ده الكتاب المقدس بيوعدنا بالألم وبيوعدنا بالضيق، مش بيوعدنا بالمعجزة، مش بيوعدنا بالراحة. فكل مسيحي عاوز الدنيا تمشي كلها معجزات يبقى مش فاهم المسيحية. إنما المسيح الحقيقي هو اللي يعرف يشكر وسط الضيق، مش اللي تتحول الضيقة إلى راحة بمعجزة، ما يبقاش مسيحي حقيقي. إحنا ساعات عاوزين كل الدنيا تمشي معجزات، بينما مش ده خالص المفهوم المسيحي. فين الصبر وفين الاحتمال وفين الصليب وفين انتظار الملكوت وفين في العالم سيكون لكم ضيق وفين بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. اللي عاوز الحياة السهلة يبقى بيسيب المسيح من غير ما يحس. اللي عاوز حياته تبقى كلها معجزات عشان يبقى مرتاح يبقى مش فاهم المسيحية. في كل واحد يمرض يبقى عاوز معجزة ومستني حد يقول له ربنا هيعمل لك معجزة. طب وهو الألم ده يعني ملوش فايدة؟ مين قال؟ ما يمكن هو ده اللي هيدخلك السماء. ما يمكن لو حصلت لك معجزة تنسى التوب وتبعد عن ربنا، لكن الساعة اللي بتتوجع فيها بتصرخ لربنا وبتتوب يمكن دي اللي بتجهزك للملكوت. ليه تقول للألم لا؟ هناك صبر في الكتب، الكتاب مدرسة للصبر. تعالوا كده واحد ياخد في سنة مثلا الكتاب المقدس يدرسه بحثا عن فضيلة الصبر، يطلع غني جدا بالفكرة دي. صحيح الكتاب كله صبر، ويتقال في حتة تاني يكون لكم صبر المسيح. المسيح نفسه كان مثل للصبر، الصبر في ألامه، الصبر في طفولته الفقيرة، الصبر على اليهود، الصبر على البشرية المتعبة، الصبر والتعزية. إنما مش صبر بس، ما أصل كلمة الصبر دي ساعات الناس تخاف منها لأنها تعني عند البعض قلة الحيلة والهم وخلاص. لا، الصبر المسيحي معاه تعزية، يعني ربنا مش هيرفع الضيق على طول إنما يوجد مع الضيق تعزية. زي الآية اللي بتقول
عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. طب ما تشيل الهم. لا مش هنشيل الهم، انما هنحط مع الهم تعزيات، فيبقى في هموم وفي ضيقات وفي تعزيات، في ضعفات وفي قوة روحية، في تعب جسدي وفي سلام نفسي. طب ومال خطة ربنا كده؟ صبر وتعزية، آلام وضيقات ومتاع وهموم ومشاكل، لكن معاها انتصارات داخلية مش لازم خارجية، مش لازم المرض يروح، مش لازم المشكلة تتحل، إنما ربنا قريب وتحس بيه أكتر وتتعزى بوجوده وتلمسه وتشوفه. طب إيه ده كله؟ ده صبر وتعزية بما في الكتب. بالصبر والتعزية يكون لنا رجاء. يعني إيه؟ أهو اللي يدخل في الكتاب ويغوص ويطلع منه الصبر ويطلع منه التعزيات يكون لنا رجاء. يبقى عندك رجاء، يعني دايما عندك عشم في ربنا، عارف انه مش هيسيبك، وعارف انه هيتدخل، وعارف انه هينقذك، وعارف انه بيحضر لك السماء، فانت مستحمل وانت مبسوط، لان الرجاء يعطي تعزية والتعزية تعطي رجاء، فرحين في الرجاء. ثلاث كلمات حلوين تلاقيهم في الكتب، واللي بيقرأ الكتب المقدسة الإنجيل لازم يدور على الصبر وعلى التعزية وعلى الرجاء. وليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم. يعني سمى ربنا هنا إله الصبر وإله التعزية، يبقى الواحد لما يبقى في ضيقة يقول له يا إله الصبر صبرني، ولما يكون متضايق يقول له يا إله التعزية عزيني. أنت من عندك الصبر ومن عندك العزاء، عزيني وصبرني. فليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع. بمعنى إيه؟ وأنت بتستحمل الضيقات والألام وحواليك ناس ضعاف النفوس، خليك حريص قوي على المحبة. ما هو ابتدى الكلام وقال ايه؟ انتوا يا اقوياء احتملوا اضعاف الضعفاء وما ترضوش نفسكم. فرجع بعد ما قال لنا شوفوا المسيح كمثل الاعلى ما رضاش نفسه، انما احتمل تعييرات مش بتاعته، خدها على نفسه. انتوا كمان اعملوا كده عشان ينعم عليكم بالصبر والتعزية، وتبقوا حريصين دايما تهتموا فيما بينكم اهتماما واحد. نرجع تاني ونفكركم ان اهم حاجة ان المحبة ما تتكسرش بيننا وبين بعض. مش مهم كلام مين اللي يمشي، مش مهم رأي مين اللي يمشي، كل ده بدل مفهوش غلط مطلق يمشي، انما نفضل حبايب ونهتم اهتماما واحدا، ونحتمل ضعف الضعفاء ولا نرضي انفسنا. لكي تمجدوا الله أبا ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. كأن الاهتمام الواحد، يعني وجود محبة بين الناس وبعضها، يخلي التمجيد لله يوصل، أو يخلي التسبيح له طعم تاني. فعلا لما تكونوا حبايب وتقوموا تصلوا سوا أو تسبحوا سوا، تحسوا بروح أجمل كتير قوي منك تكون بتصلي مع ناس ما تعرفهمش أو ما انتاش على وفاق معاهم. لكن لما يكون اللي حواليك بيحبوا بعض، الحب الدافي ده يخلي الصلوات حارة ويخلي التعزية حاضرة. فيقول لكي تمجدوا الله أبو ربنا يسوع المسيح بنفس واحدة وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعض. ملخص كل الكلام اللي فات، اقبلوا بعض. من أول إصحاح 14 هو بيقول لنا الفكرة دي، اقبلوا. في واحد ضعيف مش قادر يصوم عشان صحته تعبانة، اقبلوا، ده المسيح قبله. واحد لسه ما بيعرفش يصلي بالإجبية، لسه مبتدئ، اقبله. ما تبصلوش تقول له يعني انت كنت فين كل السنين دي، المسيح راضي بيه وقبله. واحد لسه يدوب هيتعلم العشور على كبر، طب وماله، اقبله، ربنا قبله برضه بعد كل السن ده. واحد لسه داخل الخدمة جديد مش عارف يمينه من شماله، اقبله،
المسيح له المجد قبله. واحد داخل شكله مبهدل وما يعرفش احترام الكنيسة ووقارها، اقبله، المسيح برضو قبله، اقبلوا بعضكم بعضا. فكركوا تاني، احنا ما اسهل ان احنا نبقى قضاة، انما اجمل منها جدا نبقى محامين عن بعضنا البعض. لما نحامي عن بعضنا البعض نجد نعمة في عينين ربنا، لكن لما نحاكم بعضنا البعض كلنا نطلع متهمين. يقول تاني: وليعطيكم إله الصبر والتعزية أن تهتموا اهتماما واحدا فيما بينكم بحسب المسيح يسوع، لكي تمجدوا الله أبو ربنا يسوع المسيح بنفس واحد وفم واحد. لذلك اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. عشان كده تلاحظ أكتر واحد يقبل الناس ويحترم الناس هو التائب. ليه؟ اللي تايب حاسس بخطيته وعارف يعني ايه ربنا قبله على عبله وعلى غلبه، فلانه فاكر دي كويس مفيش انسان ما بيقبلوش مهما كان، لانه بيقول في باله ان كان ربنا قبلني انا ما اقبلش فلان، يعني هو الناس عارفه انا عملت ايه. اقبلوا بعضكم بعضا كما ان المسيح قبلنا. المسيح قبلنا، مين فينا حلو يعني عشان المسيح يقبله؟ مين فينا قديس ولا نقي عشان ربنا يقبله؟ انما ده قبلنا ودعانا وتبنانا وحط فينا روحه وبيدينا جسد ودمه ومحوطنا ملائكته وبيحضر لنا السماء. على ايه ده كله؟ على ايه ده كله؟ لانه بيحبنا. طب ان كان قبلنا نقبل الناس مهما كانوا نقبلهم. اقبلوا بعضكم بعضا كما أن المسيح أيضا قبلنا لمجد الله. لمجد الله يعني إيه؟ يعني المسيح له المجد لما قبلنا تمجد الله في خلاصنا. إحنا الناس الخطاة المستحقين الهلاك، شوفوا عمل المسيح له المجد واتضاعه، دعانا كلنا للأبدية ووصل ناس كثير قوي أشرار للسماء. كل ده مجد لله. هو دخول اللص اليمين السماء ده حاجة قليلة؟ ده مجد لله. هو خلاص بواحد زي بولس الرسول شاول الطرسوسي العنيد ده حاجة بسيطة؟ ده مجد لله. هو رجوع آلاف من اليهود اللي كلهم قساوة قلب للإيمان دي حاجة قليلة؟ ده مجد لله. فإحنا لما بنقبل بعض بنمجد الله. المسيح قبلنا لمجد الله، واحنا بنقبل بعض عشان نشجع بعض على الخلاص، عشان الكل يقول لمجد الله. واقول عاوز يورينا قد كده المسيح لو المجد مشغول بخلاص الكل، ويعلمنا انتوا كمان انشغلوا بخلاص الكل شرق وغرب. اقول ان يسوع المسيح قد صار خادم الختام من اجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الاباء. أما الأمم فمجدوا الله من أجل الرحمة. إذا بقى أنت هتلخبط لنا اللي أنت قلته ليه يا معلمنا بولس. أنت قلت أن المسيح مسيح الكل، وقعدت تشرح في رومية أنه لا الأمم بقى يفرق ولا اليهودي بقى يفرق، إنما الخلاص بالمسيح له المجد. جاي تقول بعد كده المسيح صار خادم الختان. هو عاوز يقول لنا إيه؟ المسيح لما ابتدى يهودي عشان في وعد للأباء ان يجي منهم مخلص العالم، انما لم تقف دعوته عند اليهود وانما امتدت لكل الأمم. فصار خادما للختان. يعني ايه؟ تلاحظوا ان يسوع له كل المجد، اتختن في جسمه كيهودي فاصبح من ضمن المحسوبين يهود، لانه في نسلك يا إبراهيم، في نسلك يقصد المسيح، تتبارك كل أمم الأرض. فجي المسيح من نسل إبراهيم وبقى مختون زي إبراهيم، إنما هذا الختان لم يمنعه أن يعطي الخلاص لكل البشرية لكل من يؤمن. أحب الله العالم حتى بذل ابن الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. هنا بقى مش اليهود بس. فالمسيح صار خادم الختان، مقصود بيها مش ان المسيح
استمر يهودي، لا، مقصود بها المسيح له المجد، بدأ حياته كيهودي وحسب يهوديا بالختام، وجاء من نسل إبراهيم وإسحاق ويعقوب حسب الوعد عشان يتمم الوعود اللي جت في إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إنما الأمم كمان كان لهم نصيب، فمجدوا الله من أجل الرحمة، فوجئوا الأمم أن المسيح اللي طالع من وسط اليهود مش بتاع اليهود، إنما إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا يصيروا أبناء الله. هو صحيح في الأول جيل اليهود شكله كده، إنما قبل ما يمشي قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. كل الأمم يا رب، كل الأمم، يعني أنت مش بتاع اليهود بس، لا مش بتاع اليهود، ده اليهود أكتر ناس بيقاوموا وأكتر ناس بيصدوا، وهم اللي صلبوا المسيح وهم اللي قتلوا الرب يسوع بشهادة الكتاب. إنما المسيح له المجد، جاء يهوديا أيوة، صار خادما للختام حسب الاتفاق مع أبونا إبراهيم من زمان. هيكسر الاتفاق ليه؟ أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب واخدين وعد يجي المسيح مخلص العالم، فيجي صحيح يهودي ويختم كإنسان، إنما بعد كده يورينا أنه ما عادش الخلاص مقدم لليهود إنما للكل. عشان كده عاوز يورينا إيه علاقة الكلام ده بالموضوع. بيقول شوفوا المسيح له المجد، عاوز الكل يكسب الكل إزاي؟ إنتوا كمان خلي عندكم الروح دي، تقدر تكسب الكل، تقدر تبقى في دماغك تكسب المسيحي وغير المسيحي، تقدر يبقى في بالك وشغلك تكسب الأرثوذكسي وغير الأرثوذكسي، ولا أنت كل اللي عاوزه اللي في كنيسة مريم مرقس بس؟ لا، حسب ده المسيح له المجد، عينه على الكل، صار خادما للختان من أجل صدق الله حتى يثبت مواعيد الآباء. والأمم مش زعلوا بقى واتغاظوا، مجدوا الله من أجل الرحمة. لا، والحكاية جاية لهم سهلة، لا، ورحمة ربنا مفتوحة وواسعة، وبيقدم لهم خلاص مجاني لكل من يؤمن ويقبل، كما هو مكتوب. وعاوز يراجع تاني نفس الفكر، أن الخلاص للأمم، فيرجع تاني للعهد القديم، عشان لو واحد يهودي بيقرأ يقول له شايف أنا مش بقول من دماغي، كتابك هو، والعهد القديم بيأكد أن الخلاص للأمم مش لليهود بس، كما هو مكتوب من أجل ذلك سأحمدك في الأمم وأرتل لإسمك. صحيح دي عدت عليهم إزاي؟ دي اليهود المتعصبين كانوا بيفهموها إزاي أحمدك في الأمم، دي إزاي يطلع تسبيح لله من وسط الأمم، يبقى معروض عليهم الإيمان. ويقول أيضا في موضع آخر، يقول تهللوا أيها الأمم مع شعبه، هتلاقوا الكلام ده مزمور 18 وتثنية 32. وأيضا تعرفين بولس بقى لما يدوس على زرار يكر آيات، يعني حافظ العهد القديم، فكأنه كمبيوتر متنقل، مجرد بس تيجي الفكرة في بال، عاوزين آيات تقول إن ربنا بتاع كل الدنيا، على طول يطلع من التثنية ومن المزامير ومن الأسفار كلها. وأيضا سبحوا الرب يا جميع الأمم، وامدحوه يا جميع الشعوب. وأيضا يقول أشعياء سيكون أصل يسة والقائم ليسود على الأمم، عليه سيكون رجاء الأمم. مين أصل يسة؟ داود يعني؟ لا، داود احنا قلنا البروفة بس، إنما الأصل هو المسيح له المجد. عشان كده عند داود يقول قال الرب لربي، ولما زفوا المسيح حد جاي قالوا له أصنى يا ابن داود، انت الأصل، انت الحقيقة، انت اللي كل الشعوب مستنياك. سيكون عليه رجاء الأمم، وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام. دعوة جميلة أوي، بولس الرسول مشهور بشوية دعاوي حلوة اللي طلعوها من الرسائل بتاعته، لما يجي يخلص كده جزء كبير يدعي دعوة حلوة للناس اللي بيسمعوا، فيقول لهم يملاكم إله الرجاء
كل سرور وسلام. لو الواحد يدعيها لكل واحد دي حاجة حلوة، ربنا يملك فرح. يا في الزمن ده دي غالية قوي الكلمة دي. وكمان مش يقول ربنا بس، يقول إله الرجاء. خلي عندك رجاء في السماء، خلي عندك رجاء في رحمة ربنا اللي اشترى الدنيا دي كلها بدمه، مش هيسيبك تضيع بالساهل. خلي عندك رجاء. فليملأكم إله الرجاء كل سرور، كل حاجة هتمشي حلو، كل الأشياء تعمل معا للخير، ربنا عاوز خلاص الدنيا كلها. كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء. شوفوا بقى، كل ما الواحد سلامه يزيد رجاءه يزيد، ولما رجاءه يزيد سلامه يزيد، فرجاءه يزيد فسلامه يزيد، ومن مجد إلى مجد. يعني إيه؟ يعني لما ربنا يديك سلام تبقى عندك رجاء إنك هتروح السماء، ولما يبقى عندك رجاء في ربنا إنك توصل يجي لك سلام، والسلام يزود الرجاء وهكذا. فبيقول ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء. برضو كلمة تزدادوا دي مهم، لأنه أحيانا بعض الناس تتكلم عن الفضائل كأنها موجودة ومش موجودة. يعني يقول لك عندك رجاء ولا ما عندكش، هي الحكاية مش أبيض وأسود. ده الرجاء دي كلمة كبيرة قوي، يمكن عندك قد كده، ما تزود، ازداد في الرجاء. عندك إيمان قد إيه؟ ده أنت لو جبت حبة خردل كنت تنقل الجبال، يلا زود. عندك محبة قد إيه؟ لا لا زود. كل الفضائل قابلة لكلمة تزدادوا. تزدادوا، إيه اللي يفرقنا عن القديسين الكبار؟ ما كلكم عندكم إيمان ومحبة ورجاء، بس في فرق في الكمية، في فرق كبير قوي بين الرجاء اللي في القديسين والإيمان اللي فيهم، وبين الرجاء والإيمان اللي فينا. عشان كده بلاش الواحد ياخدها كده كأنها حاجات مطلقة. عندك إيمان ولا ما عندكش؟ عندي وما عنديش، عندي شوية صغيرين قوي. عندك رجاء ولا ما عندكش؟ عندي بس شوية صغيرين. فتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. لألا واحد يزيد إيمانه ويزيد رجاءه فيفتكر نفسه عمل حاجة يعني. فبولس معلمنا بولس الرسول بيفكرنا ده كل ده عمل ربنا جوانا، عمل روح الله. قوة الروح القدس هي اللي بتدي الرجاء. ثمر الروح محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، وداعة، إيمان، والرجاء، كل ده من عمل الروح القدس فينا. لما تلاقي في قلبك شوية رجاء اعرف دي عطية من ربنا. لما تلاقي شوية إيمان دي عطية من ربنا. لما تلاقي قلبك وسع وبقيت بتستحمل الناس دي قوة الروح القدس اللي جواك، عشان ما تنسبش لنفسك أي فضل في أي وقت. كل ما تحس بحاجة قول نعمة ربنا، أنا ما أنا بل نعمة الله العاملة فيه. ده روح ربنا اللي بيشتغل اللي بيغير. إنما أنا عندي اليأس وعندي القلق وعندي الخوف وعندي ضعف الإيمان وعندي الشك، دي حاجتنا. حاجته هو بقى الرجاء والمحبة والإيمان، دي حاجته هو. فالواحد ما يتغشش في نفسه. ليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدادوا في الرجاء بقوة الروح القدس. برضو نقف عند كلمة الرجاء في كلمة أخيرة. الرجاء ده حاجة مهمة جدا في المسيحية. للأسف احنا ساعات بنتلخبط لما نتكلم مع واحد من طائفة تانية يقول لك ايه انت دلوقتي رايح سما ولا مش رايح، يخبط لك كيانك كده يخضك. قل له بنعمة ربنا عندي رجاء اروح السما، لكن ما تقولوش رايح 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 غصب عن عين الكل. لا لا، بالراحة شوي، دي مش بتاعتنا دي. قل له عندي رجاء، انا مستهلش، انما انا عارف اللي عمله المسيح معايا ودفع فيا ثمن غالي ومش هيسيبني اضيع بالساهل. عاوز اقول ايه؟ يعني حرص الطوائف على التمسك بالابديه دي حاجه حلوه. احنا كمان عاوزين يبقى عندنا الحرص ده، ان السماء اللي جابها لنا المسيح ما تروحش من ايدينا. انما الثقه الزياده ساعات بتبقى ثقه في النفس او نوع من البر الذاتي.
لا، قول انا ضعيف وانا خاطي وانا ما استاهلش، بس عندي رجاء في رحمة ربنا، عندي رجاء في نعمة ربنا، عندي رجاء يحسبني زي اللص اليمين، عندي رجاء يحطني مع المجدلية، عندي رجاء يحسبني مع السامرية، مع المولود أعمى، مع كل العهاد، عندي رجاء يحطني معاهم. يبقى ما تقولش لا أنا مش رايح، ما هو برضو لما تقول أنا مش رايح هيقول لك طبعا يبقى الكنيسة بتاعتك دي ما بتدكش حاجة، بتحضر عندهم ليه إذا كنت بتقول أنا مش وش سماء؟ طب هم اللي بتيجي عندنا ليه؟ احنا قاعدين هنا عشان نروح السماء في الآخر. لا، قول عندي رجاء بنعمة ربنا أدخل السماء، إنما أنا ما أنا، ده مش فضل مني ولا شطار، هي نعمة من ربنا. كلمة رجاء تحللنا الإشكالية دي بتاع السؤال الساعات يلخبط الناس، رايح ولا مش رايح؟ وأنا عارف أنا رايح فين دلوقتي، لما هتكلم عن رايح السماء بالراحة شوية. خلينا نميل إلى الفكر المتواضع، المتواضعون يجدون نعمة، القديسين اللي كان فيهم تواضع كان الآخر لحظة بيقدموا توبة، لدرجة اللي حواليهم كانوا بيستغربوا، حبكت يعني التوبة دلوقتي؟ حبكت تصلي وتوب؟ إنما هم يقولوا إحنا عايشين طول العمر عشان اللحظة دي نستقبلها بالتوبة اللي بتفرح ربنا، اللي تخللنا منظر قدام ربنا، فيكملوا جهادهم بالتوبة ويفضلوا طول الوقت بيقولوا إحنا ما نستاهلش، إحنا غير مستحقين، يفضلوا طول عمرهم لآخر لحظة في موقف العشار ارحمنا يا ربنا خاطر، ويخافوا قوي يلبسوا ثوب الفريسي ولو للحظة، يخافوا من غير ما يحسوا يتزحلقوا ويقولوا جوا ذاتهم احنا ما بقيناش زي بقية الناس، دي وحشة دي. فبينهم الحكاية عاوزة حكمة كده عشان يبقى عندنا رجاء حقيقي لإلهنا، كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.